الحمد لله كاين اقبال كبير من طرف الزبناء ديالنا اللي كيعرفوا لا كاليتي الشوكولا وكيعرفوا هادشي ولا متداول دابا بحكم الشوكولاتة ولا شي حاجه مهمه بمناسبه راس السنه كيهديوه الناس اللي عزازين عليهم، الشركات، الفنادق. دابا الشوكولات ولا شي حاجه اللي مهمه في الاعياد، مناسبات وفي الهدايا. كاين من 100 درهم وانت طالع، على حسب كل كليان اشنو كيبغي، اشنو يعني كاين متناول الجميع. كاين اثمنه اللي هي كما قلت لك 100 درهم وانت طالع، على حسب الجيب ديالك وعلى حسب 100 درهم الفوق. بيان سيغ، لا دابا كما قلت لك كاين اقبال كبير على الشوكولا بحكم انها الحلوى كتلقى، ماشي كنعيب الحلوى ولا هذا، الحلوى كتلقى شويه سكري، الناس ولاو كيبعدوا من السكريات بزاف. حنا عندنا واحد النسبه ديال الكاكاو، نسبه الكاكاو اللي هي شويه طالعه، والنسبه ديال السكر كيكون هابط. وعاد تزيد على الشوكولاته راه هو يعني واحد الكاليتي اللي هي مزيانه. كل شيء كما تزاد الثمن في جميع السلع اللي كنشوفوا تزاد حتى في الشوكولاته، وحيت حنا عندنا كل شيء مستورد، يعني حتى شي حاجه ما جايه من المغرب. بيان سيغ راه كاين شويه زياده في الاثمنه. حنا كيجيو في ترونسبور كليماتيزي من فرنسا حتى لهنايا، من بلجيكا حتى لاكادير، حتى لهنا اكادير، يعني كيوصل في واحد طومبيراتور اللي هي كما في المحل، كما في الطريق، كما ملي يخرج من اللوزين. حنا يلاه غنزيدو، مازال ما تزادش، ما زدناش على الزبون بحكم انه ما بغيناش، بغينا نفرحوا الناس. دونك يلا غتكون واحد النسبه ديال الزياده اللي هي بسيطه، ماشي شي حاجه كثيره. تقريبا مازال ما عرفناش، ولكن كاين واحد الزياده من 2024، مي حنا حافظنا على نفس الاثمنه باش الناس تاهما نشجعوهم باش ياخذوا الهدايا الناس اللي عزازين عليهم. بالنسبه لهذه الفتره ديال السنه كما كتعرفوا كيكون اقبال كبير بالنسبه للي شوكولا ولا لي دات بريستيج، خصوصا انهم واحد البرودوي اللي ما كانش معروف شحال هادي ولا دابا مطلوب عند الناس. بالنسبه للي كوفخي اللي كنديروه ولا لي بواط، كاين مجموعه ديال لي طاي، كل حاجه على حساب البيدجي ديال كل واحد، يعني كنمشيو على حساب القدره الاستطاعيه ديال الاشخاص اللي كيجيو عندنا. بالنسبه لي دات كيكونوا مايا بالتمر المجهول الكبير، وكيكون معمر بلي فخويساك ومجموعه ديال لي قوم مختلفين. وبالنسبه لي بونبون شوكولا اللي هما واحد التقنيه اللي هي جديده عاده بنت في لي شوكولا، توما كيكونوا فخسيه من الداخل، وكنخدموا بدي شوكولا اللي هو بلج بالكاليتي اللي مزيانه. الوغ بالنسبه لهاد الايام خصوصا بالنسبه لراس السنه كيكونوا عندنا دي كوموند خصوصا مع الشركات ولا مع هذا، كيبقاو يقدموهم الناس ولا لي كليون ديالهم. كذلك يكون بالنسبه للناس اللي كيكونوا كيجيو كيتغداو عندنا ديما كيزيدوا ياخذوا من عندنا بالنسبه لراس السنه. بطبيعه الحال خصوصا اننا حنايا مشينا فاش اول خطره بغينا نحلو ان شاء الله المحل، مشينا درنا واحد النظره على انه مشينا شفنا القدره الشرائيه ديال الناس، شفنا بان هاد لي برودوي اللي هو يا لي شوكولا او لا خصوص اولا لي دات بريستيج كانت محدده على واحد الفئه معينه ديال الناس، يعني بحال قلتي كانوا بزاف الناس اللي لاباس عليهم هما اللي كانوا كيتقداو هاد المسائل، خصوصا انه لي بري كانوا طالعين بزاف. حنا شفنا واحد الحاجه هو انه علاش ما نديروش واحد البرودوي اللي هو يا زوين كاليتي مزيانه بارابور بري، يعني فاش غادي تجي تشوف بالنسبه لي بري عندنا كتلقى دي بري اللي هما يا ريزونابل، يعني كيمشيو من 50 درهم وانت يا طالع، يعني اي واحد كيقدر يتقدا من عندنا. هادي بواط ديال لي دات لي دات بريستيج تيكون فيها تقريبا 12 بياس، كل بياس كتكون عندها غو ديفيرون. نعطيك غير دي زيكزامبل، مثلا كتكون كافي، كيكون سيترون، بيستاج، لوتوس، كراميل، يعني كل غو كيكون مختلف على الاخر. بهكا كيكون الواحد خدا اون بواط كيكون فيها مجموعه ديال النكهات، في نفس الوقت كيقدر يدوق جميع الاشكال. وبالنسبه للبيدجي يعني الثمن ديالها اللي هو 150 درهم، يعني بارابور الكاليتي وبارابور شوكولا وداكشي اللي مخدوم بها، يعني راه بري ريزونابل.
بالنسبه لهاد القضيه كاينه بزاف، هو انه شحال هادي كانوا بزاف الناس اون فوا كيوصل لا فان داني كيتقدوا اوتوماتيكمون كيمشيو للكيك سوا كيمشيو مثلا للحلاوه ديال الكريم. وهذا عندك بالنسبه لهاد الاونه الاخيره، عندك واحد 4 دابا ولا 3 اغلبيه كيمشيو كيميلوا بزاف لي شوكولا ولا لي دات بريستيج. هاد الملاحظه زعما لاحظناها في هاد الاواخر صافا، خصوصا بالنسبه لسميتو كيكونوا خصوصا كيف ما قلت لك حنا كنديروا دي بواط لي هما يا على حساب لي طاي. وكي قلت لك بنادم العقليه ديالو تبدلات، يعني نعطيك غير بار اكزومبل مثلا شي واحد من لا فامي ديالو مثلا ولد في كلينيك دايرين دي بوفي ولا مشى يزور شي واحد مريض ولا هذا، ولا كيفضل انه ياخذ معاه اون بواط شوكولا ولا اون بواط دي دات فارسي على انه يمشي مثلا ياخذ مثلا كيف ما كنا شحال هادي الحليب الديسير ولا الحلوه بحال هكذا ديال لي بلاطو ديال الحلوه. يعني تبدلات المونطاليتي ديال الناس تبدلوا بزاف.